جاي معاه وانا شايفه هو بيجري وجاي يجري علشان يقابل. انا جاي معاه وانا شايفه هو بيجري وجاي يجري علشان يقابل. منذ حوالي 4 سنوات ظهر الفنان أحمد زاهر مع النجم تامر حسني على خشبة المسرح بأحد المولات الكبرى في مصر أثناء أحياء الأخير لحفل غنائي وسط حضور كبير من الجماهير. وأثناء إمساك أحمد زاهر الميكروفون وتحدثه إلى الجمهور تعرض إلى سقوط قوي، ولكنه سرعان ما تجاوز الموقف، واستطاع أحمد زاهر النهوض مرة أخرى بمساعدة أحد الأفراد العاملين بالمسرح، وذلك وسط هتافات من الجمهور باسمه لتشجيعه على استعادة قدرته على الحديث. ورغم مرور 4 أعوام على الواقعة إلا أنها أثارت الجدل مجددا، إذ أعاد الجمهور مشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة دون سبب معلوم لإحياء المشهد مرة أخرى.